هيا أطلق صوتك. لقد أصبح مظهر سيمبا مرعبا جدا، فلنبتعد. هيا. لن أنسى كلماتك يا أبي، ستبقى في قلبي شعلة تنير لي دروب حياتي. ذات يوم ستغدو شبلا ناضجا يا بني، وعندما يأتي ذلك اليوم ستشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقك. سيمبا، إياك أن تضعف. لن أضعف يا أبي. ستغدو قويا يا بني، ولكن إياك أن تسخر قوتك إلا لنصرة الخير والحق والعدالة. تمتعك بالقوة لا يعني أبدا أنك تستحق لقب سيد الغابة، فسيد الغابة هو من يقوى على نصرة الحق، وأنا على ثقة بأنك ستغدو سيدا يستحق الصدارة. لا تفقد الأمل عندما تعترض طريقك الصعاب، قدرك يحتم عليك محاربة الشر في كل مكان. إياك أن تنسى ذلك اليوم الذي قتلت فيه أمك على يد شيريخان الغادر. أحمل لك رسالة. ممن؟ من سيد شيريخان. من شيريخان؟ نعم، إنه يطلب منك أن تكلم. حاضر سيدي، يود الاجتماع بك عند الصخرة. ولماذا يدعوني سيدك إلى هذا الاجتماع؟ قال لي إنه يود الاجتماع بك عند الصخرة لمناقشة أمر غاية في الأهمية، وقال لي أيضا إن الأمر يتعلق بأرضك يا سيدي، أظن أنه سيقاسمك إياها. كل من في الغابة يعرف أنني لا أساوم أحدا على أرضي، فأرضي تعني وجودي أيها الأحمق. سأوافق على طلبه لأقول له هذا الكلام وجها لوجه. حسنا كما تشاء، سأبلغ سيدي ردك هذا حالا. يا له من غبي. ستندمون. سيدي، بشرى سارة، لقد نجحت خطتنا يا سيدي، كن مطمئنا. لم يكن موافقا على طلبك في البداية، لكنني أقنعته في نهاية الأمر. إنك تستحق مكافأة مجزية أيها الضبع الوفي. شاهدت صباحا مجموعة من الصيادين قرب الصخرة. حقا؟ إذن علينا تأجيل موعد الاجتماع إلى وقت لاحق حفاظا على حياتك. من قال لك إنني أنوي الاجتماع مع أحد هذا اليوم؟ حسنا كما تشاء، لا أشك في مكرك يا سيدي. اصمت وألا قطعت لسانك.
إنني أنصب له كميناً أيها الأحمق. اسمع، ستصبح هذه الغابة ملكي، لن يشاركني بها أحد بعد اليوم، ستصبح ملكي وحدي، وحدي أنا فقط، هل تفهم؟ لي أنا وحدي هذه الغابة، لي وحدي فقط، هذه الغابة لي وحدي أنا. ارقص يا سيدي، ارقص. يا سلام. يتآمران على أبي؟ غابتي الواسعة، ملكي أنا، ملكي وحدي، وحدي أنا. أحسن. سيمبا، لا تفقد الأمل عندما تعترض طريقك الصعاب. قدرك يحتم عليك محاربة الشر في كل مكان. لن تهزم شريخان وأتباعه إلا إذا تعاونت مع أصدقائك يا بني. سيمبا يا بني، كن شجاعا، لن تنتصر على الشر وأتباعه إلا إذا تسلحت بالعزيمة والصبر. لقد أتوا، استعد للهزيمة. هيا اذهب هدوا أتباعنا. حاضر. هيا 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 اتبعوني، انت سيدي في انتظاركم. اخ هيا انهضوا. استعداد سيدي قادم. انتبه سيدي شريخان، الكل على أهبة الاستعداد. جماعة النسور الدارعة استعداد. انطلاق. هيا يقنوا سيمبا وأعوانه درسا قاسيا لا ينسى. عددهم كبير جدا. حسنا، هيا بنا، استعدوا. Thank you.
هاجموهم! مستحيل، لقد تعبوا، لن يستطيعوا متابعة المعركة. كلامك مرفوض، لا أريد سماعه. اذهب وبلغهم أوامري. لم تنتهي المعركة بعد، هيا تابعوا مهمتكم، سيدي أمركم بمتابعة الهجوم. هيا تحركوا، تحرك، لا تقف هكذا، تحرك يا خائن، تحرك. سيدي أنقذني، أنقذني. شريخان، يا للحر، إنني أشعر بالعطش. هيا، لقد ابتعدت. أشعر بألم فظيع، فلقد حاولت كبح جماح ذلك المجرم شريخان إلا أنني أخفقت. شريخان غادر، لذا لا تأمن جانبه أبدا. سيمبا، سيمبا، هيا اذهب واطلب يدها. أسرع. Mm-hmm.
أشعر بالأمان عندما أكون إلى جانبك يا سيمبا. أنا أيضاً أشعر بالسعادة يا زوجتي العزيزة. إياك أن تسيطر عليك أحلام اليقظة، فالأحلام الوردية لا تصنع منك بطلاً يهابه الجميع في هذه الغابة. هل أنا في حلم؟ أبي؟ دعك من الأحلام الوردية وانظر إلى مستقبلك نظرة قوة وعزم. سأكون عند حسن ظنك بي يا أبي. عليك أن تزيد من مهاراتك لتغدو قادراً على تحمل الصعاب والعقبات يا بني، ولن تتمكن من متابعة مشوارك الطويل إلا إذا تعاونت مع أصدقائك. ستظل كلماتك في ذاكرتي ما حييت. إذن إياك أن تخلف وعدك، فأنا بذلت كل ما بوسعي لأجعل منك شبلاً قوياً قادراً على تحمل الصعاب، وها قد جاء اليوم الذي أصبحت فيه ناضجاً مدركاً لما علمتك إياه في صغرك. أبي، لن أنسى وصاياك يا أبي، أعدك. بون سدد. كرة بول؟ سيمبا هات الكرة. أي
سيمبا يمضي وقته وحيدا أغلب الأحيان يا أرنو. دعه وتأنها ينتابع اللعبة. لم يعد سيمبا ذلك الصغير الذي يمضي وقته في اللهو واللعب، أصبح ناضجا وله أفكاره الخاصة. إنه يحلم باليوم الذي سيخلص فيه الغابة من شريخان وأمثاله، ولكن سيظل هناك متسع من الوقت لنراه يلهو أحياناً إلى جانب أصدقائه الذين كبر معهم كما كان يفعل في صغره. وحتى نلتقي أصدقائي في الحلقة القادمة مع أحلام سيمبا وطموحاته، نتمنى لكم أوقاتاً سعيدة. Bye.